وبهذا الشأن ينضم إلينا الأستاذ المحامي بسام العيسمي من فيينا. مساء الخير أستاذ بسام. مساء الخير لك سيدتي وإلى المشاهدين الكرام، إلى المستمعين عفوا. مساء الخير، بس أنا مش سامعة حضرتك كويس. نعم سامع. أستاذ بسام، كيف قرأت هذا الحكم الصادر من محكمة كوبلنز في ألمانيا؟ سيدتي بدءا حتى لا يفهم كلامي بغير مقصوده، أنا مع إحقاق الحق وتطبيق العدالة وأن يخضع للمساءلة كل من ارتكب ضررا أو جرما بحق السوريين، بحق أي سوري، لأن هذه الحقوق الشخصية التي لا يمكن لأحد أن يفوض بمكان المدعي الشخصي، يعني لا الدولة ولا أي أحد يستطيع أن يحل محل الادعاء الشخصي لأي شخص قد تضرر من تصرفات هذا المسؤول أو ذاك أو هذه الإدارة أو تلك. لكن الذي أقوله سيدتي إن هذا النظام ومنذ 50 عاما بنى حكمه على تغييب العدالة وتغييب حكم القانون، وبالتالي حكم البلاد باستبداد وتوحش مطبق، بالتالي هدم العمارة المجتمعية وأعاد تكييف المجتمع بحيث يخضع كله للاستبداد ولا يترك أي مساحات حرة للأفراد. فضمن هاي الآلة، آلة الاستبداد التي كانت تطحن كل من يخالف النظام، يعني بتفرمه كل من يخرج عن خط النظام، ليس هناك مساحات أبدا. فبالتالي من آذن مدرسي حتى رئيس مجلس الوزراء كلهم كانوا يؤدون يعني نفس الدور ويقومون بهذه المسرحية لتأكيد النظام وتأكيد الاستبداد. لكن في حالة، حتى لا أفهم أنه أنا ضد المحاكمة، بالعكس المحاكم هنا لو لم تقدم أدلة كافية وتقنع المحكمة بأن هذا الشخص ارتكب مجموعة من الجرائم التي نسبت إليه، لما كان صدر الحكم؟ وأنا لا أعرف رسلان شخصيا، ولكن في حالة إطباق النظام على كامل المجتمع، ونحن في حالة ثورة حينما انطلقت الثورة، فبالتالي كل من ينشق عن النظام ويخرج عنه ويقول أنا أوقفت عملي مع هذا النظام، على الأقل أنا يعني أعتبر أنه هذا فعل جيد، بغض النظر هذا لا يلغي جرائمه التي قام بها وارتكبها ضد السوريين، لكن نحن في حالة تفتيت هذا النظام المستبد. أنا أرى أن إدارة المسألة الحقوقية، الحرب الحقوقية مع النظام، يعني هناك مهم وهناك أهم. أنا أتصور أن المهم ليس هذا الذي انشق عن النظام، هذا أو ذاك الذي قاموا بالانشقاق عن النظام وقالوا أننا تركنا النظام، إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة إذا ثبت فعلا أن هذا الشخص لا زال يتعامل مع النظام، وهذه مسألة أخرى. لكن من انشق عن النظام فنحن بوارد اهتمامات الآن كيف نحاكم المنظومة الاستبدادية والجرمية لهذا النظام بالكامل، وكيف نؤسس الدعاوى. يعني القانون أحيانا يكون جاف وجامد، فأي محكمة يمكن أن يتقدم إليها مدعي الضرر على شخص ما، فإذا كان هناك أدلة فليس على المحكمة، وإذا كان من اختصاصها ذلك، إلا أن تحاكم وبناء على الأدلة وتنظر بالقضية. ولكن المسألة كيف يمكن لنا نحن السوريين بعيون سياسية أن ندير المعركة القانونية؟ هناك ملفات كبيرة يا سيدتي، هناك ملف كيف يمكن مثلا النظام هو موقع على اتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ثبت أنه يعذب الناس تحت السجون وقتل الناس تحت التعذيب، لماذا لم تقام عليه دعوة أمام محكمة العدل الدولية بناء على توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب بال2004؟ النظام ثبت أنه استخدم الكيمياوي، وهذا
ثبت بالتقرير الذي صدر عن اللجنة التي كلفها مجلس الأمن أنه استخدم الكيميائي 3 مرات في اللطامنة في العام 2017، رغم أنه استخدم الكيميائي أكثر من 300 مرة، لكن هذا يعتبر دليل ثابت أن النظام قام باستخدام الكيميائي لقتل الناس. فلماذا لم تكيف الدعاوي الكبيرة التي تستهدف النظام؟ وأما هؤلاء الذين انشقوا عن النظام، أنا أرى أنه كيف نحن سياسيا إذا نظرنا بعيون سياسية كيف يمكن أن نخدم قضيتنا، كيف نقدم الأهم على المهم، وبالتالي لا أحد يمكن أن يحل محل أصحاب الحقوق الشخصية، ما حدا بحل بمحلهم، يجب أن يتحاكم، وكل من أساء للسوريين يجب أن يتحاكم، ولكن كيف المسألة، كيف يمكن أن ندير معاركنا ضد النظام؟ نعم أستاذ بسام. إلى أي حد ترى أن حكما مثل هذا يمثل رأس جبل الجليد مقارنة مع الجرائم الكثيرة التي لم ولن تظهر حتى الآن؟ سيدتي، رغم الصوت مش واضح عندي، عم يشوش، بس سأكرر السؤال. نعم. إلى أي حد ترى أن حكما مثل هذا يمثل رأس جبل الجليد مقارنة مع الجرائم الكثيرة التي لم ولن تظهر حتى الآن؟ يعني أنور رسلان هو شخص واحد وقام بجريمة ضد الشعب السوري، ولكن يوجد الكثير من الجرائم التي لا نعرف عنها الشيء حتى الآن. نعم، وهذا الذي نقوله. فسيدتي، كما قلت، أن كل من يعمل على آلة هذه الاستبداد في منظومة هذه الاستبداد، مثل ما قلنا، من نائب رئيس جمهورية إلى أصغر موظف، كلهم أساءوا للسوريين وكلهم ارتكبوا جرائم، لكن هذه الجرائم قد تختلف مستواها وشدتها. يعني من كتب تقرير وفصل واحد عن عمله، هذا ارتكب جريمة. التضييق، الملاحقة، الاعتقال، كل هذا جرائم ارتكبت، بالإضافة إلى جرائم القتل والموت تحت التعذيب. هناك جرائم كثيرة ارتكبت بحق السوريين. يعني لا يمكن أنه يصير واحد رئيس فرع أو يصير آذن بمدرسة أو رئيس مجلس وزراء إلا ما يكون مردد الشعار 100 مرة، وبالتالي كل يوم بينتج النظام وهو يعمل وفق ما يريد النظام بإذلال الشعب السوري وقهر الشعب السوري. ولكن أن يخرج مثل يعني هذا الشخص من رئيس فرع وبصير بهيئة المفاوضات، إذن هناك في مشكلة. أنا لن أقول أنه هذا طيب، طلع انشق، كثر خيره، شكرا لك، وقعد على جنب، نحن نستفيد منه. ولكن ان يصبح اذا في خلل، يعني في خلل كيف ندير المعركه ضد النظام، في خلل بالمعارضه ورؤيه المعارضه وكيف يمكن ان ترتب ملفاتها، في خلل فكيف المعارضه تقوم بالمفاوضات وفي باداره الملف السوري في مواجهه النظام. فإذا المسألة متشعبة. هو طبعا يعني عمليا كل من ارتكب جرم، وأكيد وأنا أثق بالمحاكم الأوروبية وبالمحكمة الألمانية، لو لم تقدم الدلائل الكافية لصدور هذا الحكم لم يصدر، وبالتالي هذا الحكم يخيف آخرين، وبالتالي هذا الحكم يشجع سوريين في متضررين في أن يقوموا، آلاف السوريين المتضررين والذي والساكتين الصامتين اللي بيفكروا انه ما في امل من ان يحاكموا غريم او قاتل اهلهم او الى اخره. فلذلك هي كمان بيشجع السوريين على اقامه الدعاوي. ولكن انا يعني ليس اعتراضي او ملاحظتي على المحاكمات، وهي جزء ممتد من قدره هي المحاكم على أن تحاكم متهمين خارج أرضها استنادا إلى المسألة الأممية أو حالة عدم الإفلات من العقاب على مستوى العالم كله، باعتبار كل الاتفاقيات الإنسانية وشرعة حقوق الإنسان هي شرعة عالمية لا تختص بدولة ما. ولكن المسألة كيف ندير هذه المعركة؟ أنا أتصور أن هناك ملفات كبرى يجب على المعارضة السورية، وخاصة المعركة القانونية، مهمة جدا أن تقوم بدعاوى وبملفات على رأس النظام، على كامل المنظومة الاستبدادية، في محكمة الجنايات الدولية،
في أمام يعني في ضد جرائم النظام، ضد جرائم القتل والتعذيب، ضد يعني 11 ألف صورة، 55 ألف صورة ل 11 ألف معتقل، عدد معتقل استشهد تحت التعذيب، وخضعت الصور يعني مختبرات، أدق المختبرات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، ما طلعت ولا صورة إلا ما هي ثابتة، ما قدروا يعني يقولوا أنه في صورة مزورة. إذا هذا النظام ثبت بأنه ارتكب كل هالجرائم هاي، فلذلك يمكن إقامة دعاوى وتأسيس دعاوى على كامل هذه المنظومة، من رئيس الجمهورية، رئيس السلطة، رئيس هذه العصابة، وحتى أصغر مشترك في قتل السوريين. ولكن المسألة كيف نحن ندير هذه المعركة، وهنا الذي أقول أنا أنظر بعيون سياسية وليست بقانونية. قانونية عمليا، والحق كل من قام بجرم ضد أي سوري يجب أن يخضع للمحاسبة والمساءلة، وهذا حق لا يمكن التنازل عنه. شكرا لك الأستاذ المحامي بسام العيسمي على هذه المعلومات القيمة، شكرا لك. شكرا.